Jésus de Blaise. بداية قصتنا في هذه الكان مع الجماهير العربية والانطلاقة ستكون مع جماهير المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري بين مدينتي دوالا ولمبي فتابعوا معنا. كيف تعيشون هذا الحدث؟ أجواء احتفالية، أجواء مفعمة بالحياة، ياسر فرحة وإن شاء الله مربوحة تلمدنا التوانسة الكل. واحدة واحدة للفينال علي علي كل شيء هون على جال تونس. وكشوف جاي السفر أنا أخوي لطفي راه تعبنا راه نهارين قعدنا نمشيو راه باش العباد تعرف راه مش جايين نحوسوا هنا. يا مشروع يا مشروع يا واحدة واحدة للفينال. بعد لقائنا مع الجماهير التونسية جاء الدور مع جماهير المنتخب الجزائري التي حضرت بقوة إلى مدينة دوالا الكاميرونية. كالعادة احنايا جمعنا المنتخب، احنا كل واحد منين في المنطقة في الجزائر جمعنا المنتخب باسكو تحت الراية الإعلام، نموتوا على الإعلام ونحبوا البلاد. مباريات بزاف عشتها وشابين، عشت تاع بوركينا فاسو من داونا، عشت كولومبيا، عشت جنيف، عشت النمسا، لاكان تاع الكابون، لاكان تاع مصر، لاكان هادي، الحمد لله ربي شرفنا الرايه. اذا كانت هذه جماهير المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي هنا في الكاميرون، والسؤال المطروح هل سنشهد تتويجا عربيا جديدا بكأس افريقيا؟